Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. Alors je passe maintenant la parole à notre troisième conférencière, Madame Yasmine, voilà, qui va nous parler. Alors, voilà, l'Ijtimaïa, voilà. À vous la parole, Madame Yasmine. ومن باب الشكر والعرفان والاعتراف بالجميل جزيل الشكر لمركز محمد حسن الوزاني الذي أتاح لنا هذه الفرصة وخاصة الآنسة مها على لطافتها واستقبالها الرائع لنا شكرا جزيلا الحضور الكريم أهلا وسهلا بكم وشكرا على رحابة صدركم في تحمل مشقة الحضور إلى هذا المحفل العلمي نتمنى كما التقينا أن نرتقي وكامل الإفادة والاستفادة ومحاولة الخروج من خلال ما نطرحه من خلال ملاحظاتكم والنقاشات التي سيفتح لها المجال لاحقا بمحاولات ل وضع توصيات لهذه المشكلة التي نعاني منها خاصة فيما يتعلق بمنطقة المغرب العربي. بالنسبة للمداخلة خصصتها للمخاطر الاجتماعية والأمنية للهجرة غير الشرعية على دول العبور ودول الاستقبال، حيث تعتبر الهجرة ظاهرة قديمة وملازمة للإنسان تضرب في عمق التاريخ، لكن مع تطور البشرية ووضع حدود وأقاليم للدول تزايد وتيرة التهديدات وبعد أن غدتها الحروب والنزاعات وسمت بغير الشرعية وقوبلت بالرفض والتصدي، عقدت من أجلها المؤتمرات والأبحاث وصيغة اتفاقيات ومواثيق دولية على أعلى المستويات، إذ باتت الهجرة مصدرا للاختلالات والتصادمات بين الدول، وقد أصبحت الهجرة الدولية مرادفا للإرهاب الدولي والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وشتى أنماط الجرائم العابرة للحدود، عدا عن كونها مصدرا للمشكلات الاجتماعية والبيئية الاقتصادية وحتى الصحية التي مست مختلف السياقات سواء بالنسبة للدول المصدرة أو حتى المستقبلة، وكذلك مناطق العبور التي تحولت مع مرور الزمن ولظروف عدة إلى مناطق استقرار. وعليه نسعى من خلال هذه الورقة البحثية إلى تحديد المخاطر الأمنية والاجتماعية وغيرها التي أنتجتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والوقوف على الظروف التي أدت إلى تنامي الظاهرة، وما هي الإجراءات المعمول بها آنيا ومستقبلا من أجل التصدي لها محليا إقليميا ودوليا. تقتضي الضرورة السوسيولوجية أكيد معرفة المفاهيم المستخدمة في البحث والتي تتعلق بالهجرة عموما أو الهجرة الشرعية، وهو مشتق من اسمها والذي يكتسب صفة الشرعية من خلال إضفاء الطابع القانوني لها. فالهجرة الشرعية هي الهجرة المنظمة أو القانونية، وتتم حسب المتطلبات والأعراف والقواعد الشكلية والموضوعية المعمول بها دوليا وفق قانون كل دولة، وهي التي تتم بموافقة دولتين على انتقال المهاجر من موطنه الأصلي إلى الدولة المستقبلة. ولكن لما كسرت القواعد واختلت الموازين وزاد خطر التهديد، التف العالم لوضع ضوابط ومرجعيات علمية عملية فقهية قانونية سياسية لتطويق الظاهرة التي تكتنف على مآسي كارثية فيما يتعلق بالتعدي على حرمة الآخر وتهديده في عقر داره، وكذا ما يتعلق بحقوق الإنسان وغيرها، فاستبغت بصفة اللا شرعية واللا قانونية. وعليه فالهجرة غير الشرعية
هي تعرف على إنها الانتقال من الوطن الأم صوب وطن آخر يهاجر إليه للإقامة فيه بصفة مستمرة أو مؤقتة، لكن بطريقة تفتقد للقواعد المنظمة للهجرة بين الدول بما يتوافق أحكام القوانين الدولية والداخلية لأي دولة. وهي ظاهرة حديثة تنامت في فترة تسعينيات القرن الماضي، وذلك عندما سدت الأبواب أمام الهجرة الشرعية، فتحولت الهجرة إلى ظاهرة السرية تتم كل أحداثها في الخفاء، حيث يسير المهاجر عبر الدول بعيدا عن نقاط الحدود والتفتيش ورجال الأمن تحت جنح الظلام وفي الخفاء إلى آخره. فالمفوضية الأوروبية تشير للهجرة غير الشرعية على أنها ظاهرة متنوعة تشمل أفراد من جنسيات مختلفة يقتحمون إقليم دولة ما بطريقة غير مشروعة بحراً براً وجواً بدون وثائق أو بوثائق مزورة عنوة أو بمساعدة شبكات الجريمة المنظمة من المهربين والتجار. وبالمعنى المبسط أو كتعريف إجرائي، هي انتقال المهاجر من مكان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى خفية دون الحصول على تأشيرة أو تصريح بالدخول والإقامة، بما يمكنه من العيش فيه بطريقة تضمن له كل حقوقه. وبالتالي فالمهاجر غير الشرعي هو الشخص الذي يعبر الحدود منتهكا قواعد البلد الذي يدخل إليه، ويطلق هذا الوصف أيضا على الشخص الذي كان يعيش داخل البلد بصورة قانونية لكن انتهت صلاحية تأشيرته أو تم إلغاؤها أو لم يعد ينطبق عليه شروط منح التأشيرة وبقي في البلاد منتهكا بذلك قواعد التواجد على أراضيها. ومهما تعددت الأسباب بين غير الشرعية، غير القانونية، غير النظامية، السرية، الحرقة كما هو متداول في بلدان المغرب العربي، إلا أن فحواها لا يختلف عليه اثنين، وهي أنها تعتبر تعدي على القوانين ومخالفة لمواثيق الدول في عبور حدودها أو الإقامة فيها بصفة غير شرعية سواء مؤقتة أو دائمة. نأتي الآن إلى الأصناف المختلفة للمهاجرين غير الشرعيين، وهي على العموم كما يتفق عليها الباحثين والدارسين 4 فئات أساسية، وهم أولا فئة المهاجرين غير الشرعيين لكسب العيش، وهم المهاجرون عادة بسبب الفقر والظروف المناخية القاسية التي تعانيها بلدانهم. ثانيا فئة المهاجرين غير الشرعيين الفارين من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة أو القبلية. فئة المهاجرين غير الشرعيين لغرض التهريب، حيث ينسجون الشبكات فعلية للتهريب بين البلدان. وأخيرا الفئة الرابعة، وهي فئة المهاجرين غير الشرعيين العابرين، ويستعملون عادة تراب بلد ما لغرض الوصول إلى بلد آخر. فيما يخص المسارات التي يتخذها المهاجرون غير الشرعيون، وهي عادة 3 محطات رئيسية. أولا البيئة الطاردة أو محطة الانطلاق أو البلد الأصلي للمهاجر غير الشرعي، وهي الدول التي تمثل المصدر الأساسي للمهاجرين غير الشرعيين. وغالبا ما تتميز هذه الدول بعدم الاستقرار السياسي والأمني وغياب فرص التنمية التي تنعكس على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية أو أحد هذه العوامل السابقة والتي تدفع بمواطنيها إلى الهجرة بأنواعها سعيا نحو تحسين ظروفهم. المنطقة الثانية هي منطقة العبور أو محطة التحول، وتمثل محطة مؤقتة للعبور إلى الوجهة القادمة التي تمثل الفرصة الأخيرة للحياة المنشودة، والتي قد تتحول بدورها إلى محطة استقرار. وغالبا ما تشكل شبكات تهريب المهاجرين همزة وصل للوصول إلى دولة الاستقبال من خلال توجيه المهاجرين مقابل مبالغ مالية على ما تحمله هذه العملية من مخاطر قانونية وأمنية والأكثر من ذلك على حياة المهاجرين. المحطة الثالثة وهي البيئة الجاذبة أو محطة الوصول أو الاستقبال، وهي المحطة الأخيرة في مسار الهجرة غير الشرعية، حيث ينشد المهاجر عوامل الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وبالنسبة لدول شمال إفريقيا والساحل الإفريقي تعتبر دول أوروبا هي المقصد الأساسي بسبب العامل الجغرافي والثقافي والتاريخي.
نأتي الآن إلى صلب الموضوع وهو المخاطر والتهديدات التي تخلفها الهجرة غير الشرعية، حيث يمكن قراءة جملة هذه المخاطر والتهديدات من خلال ما تجسد في الخطاب السياسي الذي يعتبرها تهديد يسمح بشمل مختلف المخاطر، وهي بمثابة منبع للتهديدات، إذ تجمع بين المهاجر المتشرد، الجريمة المنظمة، الإرهاب، وبهذا تكون جامعة لمختلف المخاطر المتعددة الأبعاد. بالنسبة للمخاطر الاجتماعية، حيث يلاحظ عادة أن المهاجرين غير الشرعيين يتنقلون في جماعات وبأعداد كبيرة، خاصة الأفارقة منهم، الشيء الذي من شأنه أن يشكل تهديداً لهوية المجتمع المستقبل بسبب تأثيره على الهوية اللغوية والعرقية والثقافية والدينية للمجتمع من جراء الأنماط الحياتية الجديدة والتناقضات في السلوكيات الاجتماعية، مما يخلخل الاستقرار الاجتماعي. وفي نفس الوقت يعاني هؤلاء من ظاهرة الاغتراب في المجتمع الجديد بسبب افتقادهم للإحساس بالانتماء والولاء له، مما يتسبب في زعزعة استقرار المجتمع نتيجة للعزلة وجملة المكبوتات التي يعاني منها هؤلاء، وهذا ما يقودهم إلى الجريمة والانحراف والقيام بأعمال تخريبية، بالإضافة إلى حمل المهاجرين غير الشرعيين لثقافاتهم وعاداتهم التي تبدو أكيد غريبة على المجتمع المستقبل، والذي يعارض تلقائياً ظهور قيم جديدة وثقافات دخيلة، وخاصة تسول وتسكع وبروز مشكلات الهوية الثقافية وتراجع القيم والمبادئ الأصلية لأبناء الدولة أو الوطن الأصلي، عدا عن ترسيخ قيم دونية العمل اليدوي لدى أبناء الدولة المستقبلة للمهاجرين، إضافة إلى تنامي الآفات الاجتماعية المصاحبة لعوارض الفقر المدقع والحالة المزرية للمهاجرين الذين يعيشون على الهامش ويفتقرون لأدنى ضروريات الحياة، حيث تنتشر بيوت الصفيح والأكواخ والأحياء العشوائية وما يصاحبها من تدني في الصحة البيئية وانتشار الأمراض الاجتماعية كالسرقة والمخدرات والتسول وغيرها، وما يلازمها من ممارسات وعادات وقيم وثقافات غريبة. وفي ظل تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية في السنوات الأخيرة وزيد عدد المهاجرين غير الشرعيين، فإن الأمر لا يخلو من اصطحابهم لأمراض خطيرة تهدد الأمن الصحي والبيئي للبلدان المستقبلة لهم، وهكذا أصبح الجميع مهدد بالعدوى، وحتى رجال الأمن الذين يتعاملون مع هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين خاصة في مراكز الحجز، حيث أن هناك ظروف صحية متدهورة للغاية نتيجة لعزوف هؤلاء عن التوجه للمراكز الصحية خوفا من ترحيلهم. وبما أنه أكيد من غير المنطق الحديث عن تهديد أمني واجتماعي دون التطرق للجانب الاقتصادي، فالواقع يؤكد لنا أن الهجرة غير الشرعية انعكاسات سلبية مباشرة على المورد الاقتصادي للبلد، الذي ينعكس بدوره على المجتمع، يمكن تلخيصها في الجوانب التالية: الإخلال بآلية سوق العمل وخلق عدم توازن بين العرض والطلب نتيجة لكثرة العمالة المتسللة للدولة، انتشار العمالة العشوائية غير الضرورية وذات الإنتاجية المنخفضة، وظهور سوق دل موازية أو سوق سوداء للعمالة المتسللة التي تقبل بأجور أقل وشروط عمل قاسية، تزايد نسبة البطالة بين الصفوف العمالة الهامشية، والضغط على المرافق العامة والخدمات الأساسية، وأيضا تزايد جرائم غسل الأموال وما إلى ذلك. نصل الآن إلى المخاطر الأمنية التي تخلفها الهجرة غير الشرعية، ويمكن حصرها في عنصرين أساسيين، وهي أولا على أمن الدولة، تعتبر تهديدا مباشرا لأمن الدولة، وذلك لأنها مرتبطة بمفهوم الخطر وتزايد نسبة الجريمة عند المهاجرين غير الشرعيين من خلال تورطهم في ارتكاب سلوكات إجرامية ضمن العصابات التي يكونها الناشطون فيها.
حيث يتواجد أشخاص مجهولون يتجولون داخل إقليمها قد يتطوعون للعمل لحساب جهات خارجية تضر بأمن الدولة أو يتم استخدامهم للعمل في شبكات الدعارة فضلا عن استغلال المهاجرين غير الشرعيين من قبل عصابات التهريب في عمليات جرائم منظمة. أما على أمن المجتمع فللهجرة غير الشرعية آثار على المجتمع من خلال تفشي مظاهر الرشوة والتزوير، وهي الطريقة التي يحاول بها المهاجرون غير الشرعيون الحصول على وثائق إدارية مزورة للبقاء في الدولة، كما تهدد الأمن الثقافي من خلال خلق أقليات ثقافية دخيلة على المجتمع وطرح مشكلة التنوع الثقافي داخله. وبالتالي فالهجرة غير الشرعية تشكل تهديدا للمجتمع من خلال إنتاجها لأقليات عرقية وثنية مختلفة عن تلك الموجودة فيه. فتزايد المهاجرين غير الشرعيين يخلق مجتمعات صغيرة تعيش في الظل، تعمل على تشكل أقليات تطرح فيما بعد على المجتمعات والدول إشكالية الاعتراف بها. شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين باعتبارها تهديد مباشر على أمن الدول، وعلى اعتبار أن الهجرة غير الشرعية مخالفة بالأساس للإجراءات المعبول بها في التنقل بين الدول، تعتمد على طرق وشبكات سرية مختصة في مجال التهريب. فهذه الشبكات عبارة عن جماعات مهيكلة أو مهيكلة عفوا لعصابة الشرار، هيكلة محكمة تعمل على تنظيم وتسهيل واستدراج وتوجيه مهاجر أو عدة مهاجرين سريين من بلد إلى آخر، غالبا ما تكون مقابل مبالغ مالية وأحيانا مقابل قيم أخرى. الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث تتلازم الظاهرتين، الشيء الذي يشمل تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها مباشرة أو غير ذلك من أشكال القصر، الاختطاف، الاحتيال، استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف أو إنسان في حاجة ماسة إلى المعونة، تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال دائما. ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو الصخرة أو الخدمة قصرا أو الاسترقاق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء البشرية وما إلى ذلك. وبالتالي تسعى العصابات المنظمة إلى تهريب الأفراد من خلال شبكات تهريب عابرة للحدود تستخدم الممرات البحرية والبرية خفية مقابل مبالغ مالية ضخمة، والمؤسف أنها تتم دون أي ضمانات أمنية أو صحية خلال رحلة التهريب، ويتحول أغلب الضحايا إلى سلع تباع عبر هذه الشبكات الإجرامية، ويقع المهاجر غير الشرعي ضحية الابتزاز والاستغلال والضرر النفسي والجسدي الذي يتبلور كله في شكل إعاقة للنمو الاجتماعي والأخلاقي والروحي، يجابه به المهاجر مجتمعه الجديد الذي يرفض احتضانه والتعامل معه ليجد نفسه منبوذ من جديد. ولكن ملاحظ أن العلاقة بين تجارة البشر والهجرة غير الشرعية غير واضحة المعالم في كثير الأحيان من الأحيان نظرا لغياب الإحصائيات الرسمية وصعوبة الوصول إلى بيانات تمكن من تحليل الدقيق للعلاقة التي تجمع بين الظاهرتين بسبب السرية التي تكتنف العملية وكذلك الديناميكية التي تميزها. حيث ورد في تقرير للمنظمة الدولية للهجرة سنة 2018 إشارة إلى الترابط بين الظاهرتين من خلال بعض الإحصائيات، والتي تشير نوعا ما إلى وجود تلك العلاقة بين الهجرة غير الشرعية وتنامي تجارة الأعضاء البشرية، حيث أن أحد البيانات تعود إلى سنة 2014 تثبت أن حوالي 18 ألف من ضحايا الاتجار بالبشر اكتشفوا في 85 بلداً،
كما أن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة أن يؤكد أن غالبية الضحايا الذين تم كشفهم في الفترة ما بين 2012 و2014 في حدود 87% تم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية. نصل الآن إلى الهجرة غير الشرعية والعنف، حيث أن الخلفية المثقلة بالآلام والأمال التي يحط بها المهاجر رحاله في مكان ما لن تشفع له ولن يجد الترحيب حيث كان، وبالتالي فهذا الرفض المزدوج حيث كان وحيث أتى وما صاحب رحلته من استغلال وابتزاز لن تكون سوى فتيلة لقنبلة قد تنفجر في أي وقت وحين. فعلى سبيل المثال للحصر، وفي تصريح لرئيس المفوضية الأوروبية أن العنف في الضواحي الفرنسية يمثل مشكلة أوروبية، وهو بسبب مشكل اندماج للمجموعات الثقافية والدينية المختلفة، وعقب أحداث العنف التي اندلعت في فرنسا في 27 أكتوبر 2005 وكان وراءها أبناء المهاجرين من المغرب العربي، حيث سجلت موطن الادعاءات بالحرية والعدالة والمساواة عجزا واضحا وفشلا فاضحا في احتواء الوضع وتخطي الدوافع وحتى التعديات. وفي ذات السياق ومنذ عام 2005 اتجهت معظم الدول الأوروبية نحو التشدد تجاه قضايا الهجرة غير الشرعية والمهاجرين وفرض المزيد من الإجراءات والقيود بحقهم، وتم إقرار وتنفيذ قوانين لمكافحة الإرهاب والتطرف. وبعد أحداث تفجيرات سبتمبر 2001 ازداد خوف أوروبا من قضية الهجرة، خصوصا ذلك المتعلق بقضية أمن الأشخاص والنظام، وارتفع كذلك الإدراك بأن المهاجرين يشكلون تهديدا للهوية الثقافية والدينية. نصل الآن إلى بعض الاستراتيجيات المواجهة والحلول التي يرجى أن تكون آمنة للتوخي من الظاهرة. هناك ثلاث أكيد عناصر أساسية، وهي على المستوى المحلي، على المستوى الإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي. فمحليا نلاحظ السعي إلى تجسيد استراتيجية تنمية وتطوير المناطق الحدودية للعمل كآلية للحد من الهجرة غير الشرعية العابرة للحدود، ومعه كبح جماح الإجرام العابر للحدود المرتبط بها ارتباطا وثيقا بشكل أو بآخر، مع تكثيف الجهود التنموية في المناطق الحدودية. تجسيد أيضا الخطابات الرامية إلى دمج الهجرة وقضاياها في مسار التنمية من منطلق التحكم فيها وتسييرها بما يخدم غايات المجتمع وأهدافه التنموية، ويحفظ في المقابل حقوق المهاجر وكرامته. أيضا ضرورة تستدعي تبني مقاربة تنموية، حيث أن المقاربة الأمنية أكدت فشلها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وبالتالي فالحل الأمثل يستدعي ضرورة تبني حلول تقوم على مبدأ المقاربة التنموية التي تعالج الموضوع من دول المنشأ، أي من أساسه، وكذلك دول العبور. ومن هنا بدأ ربط قضية الهجرة بالتنمية، فعقدت قمة مؤتمرات عدة في هذا الشأن، منها قمة مالطا في 2015 حول الهجرة، حيث عرض مثلا الاتحاد الأوروبي مساعدة بقيمة 1.8 مليار أورو للدول الإفريقية. وهنا نسجل التحول الجذري لتصورات الحل من المقاربة الأمنية والتشريعية إلى مقاربة تنموية وأهم مؤشراتها. إقليميا وتماشيا مع تغير مفهوم الأمن، الذي يؤمن بأن أمن أي دولة لا يكون بمعزل، وإنما يرتبط ارتباطا وثيقا بالدول المحيطة بها، وفي ظل التكتلات المانعة كما ذهب إليه باري بوزان في استخدامه لمفهوم المجتمع الأمني لتسهيل التحليل الأمني في نطاق الإقليم ككل، حيث اعتبره يتضمن مجموعة من الدول ترتبط اهتماماتها الأمنية مع بعضها بدرجة وثيقة، بحيث أن أوضاعها الأمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها واقعيا وبمعزل عن بعضها البعض. فتغير مفهوم الأمن
من شأنه أن يؤثر على تفسير طبيعة العلاقات بين دول المغرب فيما يخص موضوع الهجرة غير الشرعية في الدول المغاربية. إذن مطالبة بالتعامل مع مشكلاتها الأمنية والحلول الممكنة لهذه الإشكالية بصفة جماعية وليس منفردة، ويمكن لها بهذه الطريقة تجاوز أزمتها والتعامل مع الطرف الأوروبي ككتلة موحدة، بما من شأنه أن يزيد من القيمة التفاوضية حول الموضوع. على الصعيد الدولي، صدقت الأمم المتحدة على بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، حيث تم التوقيع والمصادقة على البروتوكول بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة 55 في 15 نوفمبر سنة 2000. أما عن الجزائر فتسعى جاهدة لمسايرة الوضع الدولي من خلال التجديد الدوري للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية في تصدير المهاجرين غير الشرعيين وضحية في نفس الوقت، على أساس أنها مستقبلة لتحاول قدر الإمكان أن تتماشى مع التطورات التي تشهدها الظاهرة وتفادي الإشكالات والمواجهات مع المنظمات الحقوقية قدر الإمكان. وفي الختام، من الضروري جدا التنويه إلى أن هذا المهاجر الشرعي هو إنسان بالدرجة الأولى، دفعت به ظروف سوسيو اقتصادية قاهرة إلى الانتحار انطلاقا من حتمية الاقتلاع من جذوره ومغادرة وطنه وأرضه وعشيرته، إلى الرمي بنفسه في المجهول ليسير أياما وليالي في الصحاري التي فتكت بالعشرات مرات ومرات في ظل صمت المجتمع الدولي الذي سلط الضوء على ضحايا البحار، بينما يبقى ضحايا الصحاري يقضون عطشا في صمت. وإذا نال شرف النجاة فلن يفلت من مخالب عصابات الاتجار بالبشر وتجار الأسلحة وتبييض الأموال والمخدرات، ليصلوا في الأخير بعد أن أنهكهم تعب ونال منهم ليجدوا أنفسهم في مواجهة بيئة مغايرة ثقافيا اجتماعيا ترفض استقبالهم أو التعامل معهم. لكن تبقى مهمة الدول والهيئات الأممية والمنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان مطالبة بتأدية دورها في توفير كامل الحماية لهؤلاء المشردين العابرين للحدود، وأن تحفظ كرامتهم الضائعة وتسترد حقوقهم المسلوبة وتمنحهم حق العيش في إطار الحقوق الدنيا للإنسان. غير ذلك يجب أن نكون واعين بأنه لا وجود لحل بدون تبني رؤية اقتصادية تنموية شاملة تسمح بتطوير وحفظ كرامة المهاجرين في أوطانهم والاستمتاع بالثروات التي يستنزفها غيرهم بالتواطؤ مع حكامهم، بينما تشرد شعوبهم وتلقى مصير أسود في عبر البحار والصحاري. شكرا جزيلا على حسن استماعكم، بارك الله فيكم، شكرا.